سألت تقول في بالنسبة لساعة الإجابة في اللي هو في عصر يوم الجمعة، هل تقضيها في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقط؟ المشروع في هذا أن يقضيها الإنسان في الدعاء، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله، دل هذا على أنها تشغل بالدعاء. وأما ما ورد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال سأجعل صلاتي كلها صلاة عليك، فقال إذن تكفى همك، فهذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن المشروع في ساعة الجمعة الإكثار من دعاء الله جل وعلا.